وأن السوق والسوقية تبوي، ما رأيكم في من يفرق بين السلفية وأهل السنة ويجعل السلفية طائفة أخص من أهل السنة ويجعل أصولها ما عليه شيوخ هذه الطائفة من الآراء والأقوال؟ إيه سوق دي سوق مية تبوين يم يم تغسي وانا وانا يا يمبا موري ني ند على حالي ولي غدي إيه سلفية لا سنة نتابة أو ولي غدا سلفي مدو أني سنة نتابة يتتبوين تي هاي تي سلفية بم يزما هو أنت ولي غزال زالي أهل سنة بوغا تي إيمي إيه لم تبتارا نوى كينري لابتارا نيغا تميكم تبي نيغا يا مهم نيسي هم بي سلكان بوغوا لا هم بي سلفية نبوغا يا بوم نوى كينري لا بوم يام تغسا لا بون تي سلفية لا بون تي سلفية يلا يمبا يم تغسي يا وانا وانا انكيني لكان وين مورا نالي كمي لينم مورا سويسا وين بيان وين دي يتبون هذا القول تير بان تي قوم كانغا يتي أهل السنة لسلفية ولغرم ببيني مجانب للصواب إذ بان تي قوم كانغا يقوم هزاغ يسيدا فإن أهل السنة إذ بان تي هاي يتي سنة رمبا أهل السنة رمبا هم الذين يتبعون الصحابة يعني ابني سن قرون النبي عليه الصلاة والسلام صحابة صح. وما كان عليه السلف لدينا تودم من دغيين بألهان نزوغ نميكم وليس هؤلاء فرقة ربما رمى كسولي هو لغتوري وهؤلاء فرقة سنو لم بسولي هو لغتوري سالتي سلفيون دمامي بم يا سولي هو لغتوري ما واتغيتي هاي يتي سلفية وين يا وين ولغر هو انتقا ولغر يا أهل السنة بغيه والاصطلاح المصطلح عليه أن السلف هم الصحابة لنمي كم تقومني هنديغي هي قومني لن تودم هندغ مين غان غزو ياتي هاي تي سلفة بملا أنا رمبا أريا الصحابة ليد هدب هي نيرا نيرا ليد هدب ما ليد هدب ليد نبي ياما عليه الصلاة والسلام نيري بملا نمبوسي أريا الصحابة لنيرو نتفاجي لي عندك صحاب صنع كنري يا أهل السنة رمبا تمي كم أهل السنة رمبا لنبني سيهم بقونا من نبي عليه الصلاة والسلام نكنر نبي عم السنة وهم الذين ورد فيهم الحديث نمي كم أهل السنة رمبا لا نبنيهم بقرب صلاة رمبا بام حق وين ما بام الحال وين لا حديث نص هو أن تغلق يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتبين من كان على مثل ما أنا عليه تياني روني الفاجل لهم وأي على حال بلغري يا ولما من نبي عليه الصلاة والسلام على حال هي تقول نور النوى لمام صحاب صا بألها نغزوك تيا بوم لبو أهل السنة رمبا بوم لزمن هن أنتي لك على كيوم دارا مولاي كينغ تاولي يتبوين اليام حناي يمهميني تاقنتاري لا يستاب على مجرد الألقاب نيور بربين بلا ادبانتي يبومنين هن بسيغتي نمي كم تي ونام نام زاكيا ار ونام سغل مومن دم توبي نبني سنا ناتابا سيدا زوغو ار ونام لبن جيتا مومن دم توبرا ينبني سنا ويتابا ار ونام بولما بولم وينغا مومن دم زوغو توبو هاوا ناتي ويتابا بسيدا ار حصم نيني دونيت فاجي لي يا تا موتوكي تا تولو سما ونام دينا بوغا اي سيدا لا راتا واذا قال قولا تلهلام هاوا ناتي غيل ومدي ميكدم تيتا غومدا بالعدل والانصاف نتيتيرا لا لا تيتيرا لا نسيدا ولا يكون مبغضا لانسان لهلام بصومبي وغوم غومدي تيا جيبو ني ادم بيغا ما كيسكن ني ادم بيغا فيدعوه بغضه الى رد الحق الذي يقوله تي ادم لهلامنا وتغم بحسيد ليغلي يهن كي أدن بيغا ين بلا نانتو رسي دغا ليغلي ما واتي غن پيه دن بودي أما بي تاغا زانا نان بام زانا يه ولا يأتي بأشياء قد تكون مفهومة عن بعد أو فيها تكلف لأجل ذلك فسمن الهلام تواتي غن واني بومنين فهنغو هي فهنين هزاري هي فهنين هم بيه بوغن ينونغو ني هنداتن بام سونغي ينين يهمبي ينين زو يين يوم ريام لو يالي
تنميكمتي فهذا ليس من شأن أهل السنة أهل السنة رمبا وبيت على حال يوتوي والمسلم تدبن تلي هلام يجب يتلني الهلام والهلام فاجلي أن يحب لأخيه تينين هنا النوا أنقاي مبيجا ما يحب لنفسه أهل نبوم نغوك وتمعنا ويجب يتلني الهلام أن يكون ناصحا له تينين هنا يبو بي لماندا نعم بيتاغ ويعضي النصيحة وينطوي قلبه عليها لأين النينغا حنان قط نمان بوبي لمنام بيغا لأين النينغ مي سورو هنان ان سلوغ تاوري سورو هنان قودي ان دي بوبي لم تبسان وتغمانا بوبي لمن تغلغا أروتون سمن الهلام الحال حن سمي توتو وانت يلا أهل السنة والجماعة رمبا الحال حن وطوني دونك ولغر فبي سن سوقا ني سلافي سوقي كايت تبو مرام على اهل السنه بو مرام على السلفيون دم ولا فبيت ان اي كوم بي سيبا نتاب سوقي وتولى مر عليك لي وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.